11 خطوة تجعل منك صاحب شخصية قوية. لكي تكون عزيزي المشاهد ذو شخصية قوية، عليك أن تعرف تماما تلك الصفات وتحاول جاهدا التحلي بها. سنقدم في الدقائق القادمة بعض الخطوات الهامة التي تجعل منك صاحب شخصية قوية. كيف تكون شخصية قوية أمام الناس؟ الهيبة وقوة الشخصية هما صفتان تساعدان الفرد على التأثير والتأمل بشكل إيجابي على الناس من حوله. إذا كنت ترغب في معرفة كيفية تطوير شخصية قوية أمام الناس، يتعين عليك أن تتبنى بعض الصفات والسلوكيات التي تعزز قوتك الشخصية وتزيد من تأثيرك. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تعزيز سمات الهيبة وقوة الشخصية. كن واثقا من نفسك. بالطبع لن تكون قوي الشخصية بينما أنت عديم الثقة بالنفس وبرميك كلام الناس برياحه حيثما شاء. ثق بنفسك ولا تبخسها حقها. ابحث عن نقاط قوتك وتميزك وضعها نصب عينيك لتبقى ثقتك بنفسك في أعلى مستوياتها. كن متحدثا بارعا. تحدث مع الآخرين بكل لباقة وبأسلوب احترافي. فعليك أن تكون محاورا بارعا لكي تكون ذو شخصية قوية. بالإضافة لكونك متحدثا، فعليك أن تكون مستمعا بارعا كذلك. فالإنصات أحد أهم مهارات التحدث. طور نفسك باستمرار. ما هي المجالات التي تحبها؟ ابحث عنها وأبدع فيها. طور نفسك بشكل مستمر من خلال القراءة والإنترنت والدورات إن لزم الأمر. فصاحب الشخصية القوية يسعى دائما لتطوير ذاته. لا تظهر ضعفك لأحد. الشخص كثير الشكوى هو شخص قليل الهيبة في نظر الناس. لا تشكي همك سوى لأقرب الناس إليك، ولا تظهر نقاط ضعفك أمام الآخرين، لأن قوة الشخصية لا تعرف الضعف أو الهوان. كيف تصبح قوي الشخصية عن طريق المظهر اللائق؟ قوة الشخصية تحتاج للثقة بالنفس كما سبق وذكرنا، والمظهر اللائق مع الهندام النظيف يرفعان درجة الثقة بالنفس كثيرا، وهذا تماما ما تحتاجه لتكون صاحب شخصية قوية. كن صاحب قرار. لا تعتمد على الآخرين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بك، فقوة الشخصية تحتاج القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. لا تهمل هذا البند أبدا، فهو أساسي للغاية. كيف أكون قويا أمام المشاكل؟ عن طريق الحفاظ على الابتسامة. الابتسامة مهمة للغاية، فمن خلالها تستطيع إدخال السرور في قلوب الناس، بالإضافة لإيصال المعلومة بشكل بسيط وسهل. كذلك ابتسامتك قد تكون نافعة في التخلص من جو التوتر الذي يعم المكان أحيانا. الابتسامة شفاء للآخرين، فحافظ عليها لتكون ذو شخصية مؤثرة وقوية. تخلص من خوفك نهائيا. خوفك يعني ضعف شخصيتك، فالقوة والخوف ضدان لا يجتمعان معا. تخلص من مخاوفك بشكل نهائي، لأنها تترك انطباعا سيئا عنك لدى الآخرين. لا تكن خجولا ولا تخف من الإخفاق أو الفشل. حافظ على شجاعتك في أحلك الظروف، فهي سر الشخصية القوية. كيف تكون شخصية قوية أمام الناس؟ عن طريق تحمل نتائج أفعالك. الأنبياء وحدهم هم معصومون عن الخطأ، فكل البشر يخطئون. لذا فإياك أن تختبئ وتخشى مواجهة الأمر. فالشخصية القوية تحتاج منك المواجهة ولا شيء غيرها. اعترف بخطئك وحاول إصلاح ما أفسدت يداك، وكن على قدر كبير من المسؤولية لتكون قوي الشخصية. فكر ثم أجب. إن الكلمة قد تكون كالسم القاتل، قد تقضي على كل ما هو بينك وبين الشخص من خلال كلمة واحدة تندم عليها لأنك قلتها دون تفكير.
فكر مليا قبل أن تتكلم، فهذه الصفة تدل على نضوجك وتدل على اتزانك وقوة شخصيتك. تحلى بصفات قوة الشخصية. تقلب المزاج من صفات ضعيفي الشخصية مما يجعلهم متقلبين في معاملتهم مع الناس، بالإضافة لخوفهم من المستقبل. ابتعد نهائيا عن هذه الصفات وتحلى بقوة الشخصية. في الختام، الشخصية القوية عزيزي المشاهد هي تلك التي تتمتع بالثقة بالنفس والابتسامة العريضة. هي التي تجعلك تفكر فيما تقول لتقول أجمل الكلام وأحسنه، وتصبح متحدثا بارعا محبوبا لدى الجميع. ليس من المستحيل أن تكون أنت كذلك، فبالإصرار والعزيمة وتخطي الخوف ستصبح شخصيتك قوية للغاية، وستقهر بها المستحيل.